سباق محموم نحو التسلح تقوده الدول العظمى في العالم، ما ينذر بعواقب وخيمة ليس فقط على تلك الدول أو منافسيها في هذا المجال، بل على الإنسانية كلها. دراسة أعدها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أفادت أن نمو الإنفاق العسكري العالمي تصارع في عام 2023 بشكل لافت للنظر، في مؤشر على زيادة احتمال وقوع مزيد من النزاعات حول العالم. مركز الأبحاث المتخصص أيضا في مجال السرعات أوضح أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 2043 مليار دولار في عام 2023، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 2009. الدراسة أشارت أيضا إلى أن أكبر 10 منفقين في عام 2023 وعلى رأسهم الولايات المتحدة والصين وروسيا زادوا جميعا من حجم إنفاقهم العسكري، مضيفا أن تلك الزيادة الملحوظة كانت استجابة مباشرة للتدهور العالمي في السلام والأمن. الحرب الروسية الأوكرانية كانت أحد أهم أسباب تلك الزيادة في الإنفاق العسكري، حيث دفعت الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين كل من روسيا من جهة وأوكرانيا وحلفائها الغربيين من جهة أخرى لإنتاج مزيد من الأسلحة وإنفاق المزيد على تطوير أسلحة أخرى. ملف آخر كان من بين أسباب تلك الظاهرة، حيث يرى المراقبون أن التوترات بين الصين وتايوان بصفة خاصة وفي منطقة جنوب وشرق المحيط الهادئ بصفة عامة، وتدخل الولايات المتحدة في تلك المنطقة كان له بالغ الأثر في زيادة حجم الإنفاق العسكري. التوترات بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية وسعي بيونغ يانغ المستمر لتطوير ترسانتها النووية وصواريخها البالستية دفع إلى زيادة التسليح في الدولتين بشكل مباشر، وهو ما ألقى بظلاله على باقي دول المنطقة خاصة اليابان. وفي ظل حالة الاستقطاب العالمي الحاصل الآن بين المعسكر الغربي المتمثل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة ومحور الصين روسيا ومعهم كوريا الشمالية من جهة أخرى، تعطي الدول الأولوية للقوة العسكرية، لكنها تخاطر بحدوث دوامة من الفعل ورد الفعل في المشهد الجيوسياسي والأمني المتقلب بشكل متزايد، ما ينذر بصدام عسكري وشيك على غرار الحربين العالميتين الأولى والثانية.